أكد منصور البعاجي أن إطلاق رواتب الموظفين ليس من الحكومة أو أي جهة كانت، إنما هو حق طبيعي لموظفي الدولة وليس لأي أحد فضل فيه نهائيا، وعلى الحكومة العراقية أن تتدبر أمورها ولا تقف مكتوفة الأيدي جراء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأضاف أن على الحكومة العراقية أن تتحرك سريعا لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية الراهنة وتوفير حلول سريعة، خصوصا وأن العالم جميعا يمر بهذه الأزمة وليس العراق، ولكن التخطيط الناجح لتلك الدول جنبها حصول أزمة كبيرة كما حصل في العراق.